في قطاع غزة، حيث جرائم الإبادة الجماعية والمآسي الإنسانية غير المسبوقة في العصر الحديث، يرى عدد من الفلسطينيين أنه لا أمل في أي تغيير بالسياسة الأمريكية تجاه قضيتهم رغم عدالتها. انسحاب بايدن بيعنيناش، لأنه هو بايدن أو ترامب هم معاونين على الحرب ضد فلسطين، هم أساس الإرهاب في الدول كلها. فيعني انه اجى او راح يعني مش مهم لفلسطين، ما بعودش علينا بشيء، لان احنا شفنا خلال الحرب كيف الدعم الامريكي لاسرائيل بالسلاح، وشفنا كيف المجازر اللي عملتها اسرائيل بالاسلحه الامريكيه، وشفنا كيف امريكا استخدمت حق النقد الفيتو في جميع القرارات المؤيده للشعب الفلسطيني ووقف اطلاق النار. وفي الضفه الغربيه لا تختلف وجهة النظر بين الفلسطينيين إزاء هوية الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية. إحنا سواء مع بايدن كرئيس أو ترامب كرئيس، إحنا المجروحين والمكلومين في هذا المجتمع الدولي كأبناء فلسطين، وهذا واقع وملموس في الحرب على غزة. كل مرحلة كنا نعول على أنه أحد من هدول المرشحين والفائزين انه ينصف القضيه الفلسطينيه وينظر لها بالمركزيه كواقع بالشرق الاوسط، الا انه للاسف انه كله يعني اثبت انه هذا الخل اخو الخردل، واحنا يعني من وجهه نظرنا كقضيه فلسطينيه ما احد انصفنا من هدول المسؤولين للاسف الشديد. المؤشرات بشان الموقف الشعبي في انتخابات الرئاسه الامريكيه وان حملت مشاعر يغلب عليها الاحباط، الا ان امال الفلسطينيين في استعاده وطنهم المسلوب قائمه لا تقبل الاندثار.